السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم انفوتيك فان. اليوم سوف نتعلم كيفية إرسال SMS بطريقة سريعة وإلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. هذه العملية يقوم بها المحترفون في بعث رسائل الإشهار مثلا، أو يمكن استغلالها لبعثها للتلاميذ في المدرسة. المهم واحد وشنو هي الطريقة اللي غنستعمل بها هاد اللوجيستيك. اللوجيستيك غنعرفو عليهم اليوم هو بولك اس ام اس سندر، هو خاص ببعث اس ام اس بلولو اي بالكثرة او بالجملة. اوكي، الطريقة جد سهلة. اول اشياء نجيبو استعمال تليفون او هاتف يكون كومباتيبل مع اللوجيستيل. انا هنا استعملت نوكيا ان 95. اوكي، بالنسبه لكم راه انستاليا في كوم 5، ها نيميرو كات كان نيميرو السيري ديالها، خصك تكون هاد المعلومات كلهم يكونوا خارجين. اوكي، يعطيك هنا الباتري شحال باقي فيها. اوكي، شحال الشحن ديالها والشارج. بالنسبه للطريقه البعث راه الرسائل راه جد سهله. اولا خاص تشوف واش الفورنيسور يعني مزود الخدمه واش كيسمح لك انك تصيفط بليزير اس ام اس، جاب لك تسمى سبوفين كامس كفر واعطاه بلوكاج ديال اس ام اس. انا جربتها بالنسبه لها ميديتال خدامه مزيان. اوكي، بالنسبه باش نخدمو بلوجيست طريقه غنسهل عليكم تاني بسط لك بزاف. عندك اما غدير غاسيبيون نيم بالسمية ونجي بالطريقة. اوكي، ادخل الاسميه رسم فنان ديال المهم هو النيميرو ديال التليفون اللي غتصيفط ليه. باغ اكزومبل نديرو انفو تك صان مثلا، نديرو رقم الهاتف 5 6 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
هو التليفون والسميه. هذا بالنسبه لك، اللي غادي ندخلوا كل شخص على حده. الا كانت عندنا ارقام هواتف ديجا اوريستريناها في شي اكسل، هذه الطريقه اللي في شي اكسل باش تنفورطيها من التليفون ديالك هي سهله. دابا ملي يكون شي فيديو اخر تعلم كيفاش تقولها. نفس هذا المثال غادي نقول هاي امبو نمبر فروم، تبارك عليها تخرج لك شاشه اخرى ونافذه اخرى تختار فيها. وانا جا باش نعمل تيست في ارقام غير مباشره تختار هنايا تيست اس ام اس كولين الديبلوم نمبر This is already earned on the other move. Okay. ندخل هنايا ماشي مشكل. الوغ هنايا الطريقة اللي غتبعها او غتمشي عند الارت بريتكس فاهمني، غتختار مثلا ماروكو ياك، وغادي تختار شي بلاد خاصة تختار بلاد اخرى سا ديبون بي داكوغ. هنايا كدير ابلود ليس، يعني كيزيدها عندك بلوس دو سون دوز بلوس دو سون دوز سانك تلاتة. اوكي هذا سوبر خاصة مرة ولا عشان نزور لكم واحدة أخرى مثلا نختار هنا تيس نوم راه يخرج لينا نجربو واحدة أخرى نشوف هاد الأرقام الداخلية هنا نشوف ليكم الفرق بيناتهم. اوكي نعم 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 لا ما تسافتهم كاملين كتبسل بدا الميساج ديالك سلام صافي كتبدي ابلاي ذيس ميساج تو اول، يعني كلشي هاد النوع راه صار من الميساج شاس بوزيك من بريفيو ميساج على ديالو سلام بقى في كامل كل من الموقع ديال السلام. اوكي
Alors, total member, à 400 000 euros, on pourrait accepter le message de 200 000 euros, après ce mail, le début jusqu'à la fin, après 200 000 euros, 10, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ce sera là. C'est bien pour ce que c'est, bien 200 000 euros, exactement. Alors, il y a peut-être 5 SMS, certains coûts de SMS, d'accord? Imma, كدير سام فلاش اس ام اس راه بحال اس ام اس فلاش بحال اس ام اس عادي غير اس ام اس عادي خاص يحلو الشخص عادي يقدر يقراه سام فلاش اس ام اس ولكن لي اس ام اس لي ما كنحلهمش كيت افيشيو لنا في لابار كيت افيشيو لنا في لو ديبي فهمتيني في لو بيرو ديال التليفون اوتوماتيكمون غير خاص اس ام اس ما يخرجلك شنو هو المعلومات اللي كاينه في داخل اس ام اس. نتمنى ان هذا المرسال يجيكم الطريقه تجيكم سهله، عندك شي استفسار ولا شي حاجه خبريه غادي نجاوبكم عليه ان شاء الله. شكرا على مشاهدتكم على الفيديو ومرحبا بكم في قناتكم انفو تيك فان والى اللقاء.